في مدينة خان يونس والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة لمعرفة تفاصيل أكثر حول تجدد القصف على أراضي زراعية في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس. نعم، يعني هناك في النصف ساعة الأخيرة كان هناك يعني أكثر من 6 غارات إسرائيلية بطائرات F-16 وعلى عدد من الأهداف. تم تدمير أحد منازل المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة تدميرا كاملا. أيضا كان هناك استهداف لمناطق زراعية ب3 غارات من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. القصف الإسرائيلي متواصل حتى هذه اللحظة، غارات متعددة ومتنوعة على أراضي زراعية وعلى منازل المواطنين. أيضا القصف المدفعي يسمع بوضوح وبشكل كبير وعنيف في منطقة أيضا عبسان ومنطقة خزاعة وإلى الشرق من مدينة رفح، حيث أطلقت العشرات من القذائف المدفعية في الساعة الأخيرة. هناك قصف كثيف في ظل تحليق مكثف وكثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق على مستويات عالية، لكن أصواتها تجوب كافة الأطراف الغربية والشرقية لمحافظة خان يونس بالتزامن مع تحليق متقطع للطائرات الحربية الإسرائيلية. حجم القصف الإسرائيلي لمحافظة خان يونس في الساعتين الأخيرتين ازداد بصورة كبيرة، خاصة بعد قيام البوارج البحرية الإسرائيلية بإطلاق العشرات من القذائف باتجاه السواحل الغربية لمحافظتي رفح وخان يونس. أيضا عمليات القصف المدفعي استمرت طوال ساعات ليلة أمس وصباح هذا اليوم بصورة كثيفة وعنيفة، اضطر معها يعني عدد من المواطنين إلى مغادرة منازلهم باتجاه مراكز إيواء طلبا للحماية واللجوء الآمن. الوضع بشكل عام في هذه الساعة الأخيرة والساعتين الأخيرتين بدأت تتوتر في محافظة خان يونس بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي خيم على أجواء إبراهيم. سريعا، ماذا عن قصف الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي لشواطئ مدينة رفح؟ الزوارق البحرية الإسرائيلية كثفت من قصفها خلال الأيام الثلاثة أو الأربع أيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأت تضرب كافة سواحل قطاع غزة من رفح جنوبا وحتى منطقة السودانية شمالا. لكن في هذه الليلة وفجر هذا اليوم كان هناك قصف عنيف من هذه البوارج البحرية الإسرائيلية لسواحل خان يونس ورفح، تقوم بقصف السواحل والمناطق الزراعية في المنطقة، ولكن حتى اللحظة لم نبلغ عن وجود إصابات. تضرب البنايات، تضرب الأشجار القريبة من الساحل، لكن دون وجود إصابات. الآن المدفعية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف صوتية تجاه ودخانية تجاه المناطق الحدودية في منطقة خزاعة أيضا ومنطقة الشوكة شرقي رفح وخان يونس. هذه المناطق يعني شرق رفح، منطقة الفخاري، منطقة صوفا، منطقة خزاعة، منطقة عبسان، منطقة القرارة، هذه المناطق من أكثر المناطق عرضة لعمليات القصف الإسرائيلي، سواء كان بالمدفعية بسلاح المدفعية أو من خلال طائرات الحربية المقاتلة أو بطائرات الاستطلاع. هذه منطقة حدودية متاخمة للشريط الحدودي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى بكل الطرق لعدم وصول المواطنين والمزارعين في هذه المناطق إلى مزارعهم. طبعا في ظل أيام التصعيد يزداد الشك الإسرائيلي تجاه أي مواطن أو أي طفل فلسطيني يتحرك. رأينا ثاني يوم التصعيد الإسرائيلي في هذه المنطقة الطائرات بدون طيار قصفت 3 أطفال من عائلة العمور، أدت القصف إلى استشهاد 2 من الأطفال وبالإضافة إلى إصابة ثالث بجروح خطيرة. هؤلاء الأطفال كانوا يلعبون ويلهون أمام مزارعهم ومنازلهم في هذه المنطقة الحدودية، لكن قوات الاحتلال قامت بقصفهم وهي تعلم أنهم أطفال وواضحين لديها. معنا إبراهيم لنذهب إلى هذه يعني الصور الحية والمباشرة التي تأتينا من حدود غزة ومدفعية الاحتلال. قصف 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 على ما يبدو أنها تقصف الآن أهداف داخل قطاع غزة. صوت انفجار شرق خان يونس. نعم إبراهيم، يعني ما هذا الانفجار؟ هذه طائرة حربية أطلقت صاروخا على أحد الأهداف شرق محافظة خان يونس، يعني بين محافظتي خان يونس ورفح. على ما يبدو أن القصف في المناطق الشرقية لخان يونس ورفح، دون يعني لا نستطيع الآن تحديد لأننا
يعني بحاجة إلى وقت، لكن عودة الطائرات الحربية الآن تحلق بشكل كثيف وبشكل كبير جدا في الأجواء المحافظات الجنوبية لقطاع غزة. صوت الطائرات الحربية المقاتلة بدأ كثيف وكثير، وطائرات الاستطلاع أيضا تحلق بشكل كبير جدا في أجواء هذه المحافظات الجنوبية بالتزامن مع إطلاق القذائف المدفعية وإطلاق طائرات F-16 لصواريخها باتجاه المنازل. أذكر بأنه تم استهداف هذه منذ ليلة أمس وحتى صباح هذا اليوم، نتحدث عن 7 منازل تم تدميرها بالشكل الكامل، نتحدث عن عشرات الدنومات الزراعية أيضا تم تدميرها بفعل الغارات الإسرائيلية من طائرات الحربية المقاتلة ومن المدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القنابل الدخانية التي تسبب بدمار وبتلف للأراضي الزراعية. نتحدث عن مواقع تابعة أيضا للفصائل الفلسطينية، يعني صباح اليوم تم استهداف موقعين للفصائل الفلسطينية وأحدهما في منطقة الزنة في شرق خان يونس. نتحدث أيضا الآن الحديث يدور عن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية خلف مدرسة العودة في بلدة عبسان الكبيرة. يبدو أن بلدة عبسان الكبيرة منذ ساعات الصباح منذ ساعتين تتعرض إلى جملة كبيرة من الغارات والاستهدافات سواء كانت بالطائرة. توضح لنا طبيعة هذه المنطقة. هذه الغارة السادسة بالطيران الحربي. هل لك أن توضح لنا طبيعة هذه المنطقة؟ نعم. لماذا هذا التصميم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المنطقة؟ نعم، كما ذكرت هذه مناطق حدودية متاخمة للحدود، لا تبعد عن الحدود مسافة ما يقارب يعني مئات الأمتار. هي منطقة زراعية بالأساس، جميع القاطنين فيها من المزارعين. إسرائيل تتخوف دائما منذ بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، دارت في هذه المنطقة ومنطقة الزنة وخزاعة اشتباكات قوية جدا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. قتل العديد من الجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة. الفصائل الفلسطينية يعني قامت بعمليات إنزال من خلال الحدود الشرقية لخان يونس ورفح تحديدا. نفذ الفدائيون الفلسطينيون يعني أيضا عمليات قنص على طول الحدود. إسرائيل تخشى من هذه المنطقة بصورة كبيرة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التصعيد الإسرائيلي. تخشى أن يقوم الفلسطينيون بعمليات قنص، تخشى أن يقوم الفلسطينيون بعمليات استهداف للآليات ولمرابط المدفعية من خلال استخدام صواريخ الموجهة الكورنيت. تخشى إسرائيل من عمليات إنزال خلف خطوط العدو كما تطلق عليها الفصائل الفلسطينية. يعني هذه المنطقة حساسة وخطيرة، وإسرائيل تخشى كثيرا من أي تحرك في هذه المنطقة، وبالتالي تقوم دائما بعمليات ردع للمواطنين من خلال إطلاق النار عليهم وأبعادهم على المنطقة، أيضا من خلال عمليات القصف، وأيضا من خلال إطلاق القنابل الدخانية. نحن نتحدث عن عشرات بل مئات القنابل الدخانية التي أطلقت على شرق رفح وخان يونس منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، وكأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يعمل حاجزا من الدخان بينه وبين الفلسطينيين حتى لا يتمكن الفلسطينيون من رؤيته وتحديد مواقعه وتحديد أماكن الجنود الإسرائيليين خوفا من الاستهداف. وبالتالي هذه المنطقة حرجة خطيرة، دارت بها اشتباكات عنيفة في عام 2014، دار ايضا فيها تم قال على ذمه يعني اسرائيل انه تم هناك اكتشاف انفاق للمقاومه الفلسطينيه تحديدا في منطقه خزاعه. هذه المنطقه يعني كان اشبه بزلزال في عام 2014، العشرات والمئات من المنازل دمرت بشكل كامل في منطقه خزاعه ومنطقه الزنه ومنطقه صوفا والفخاري. هذه المنطقه المئات من المنازل دمرت في عام 2014. الان اسرائيل على ما يبدو تحاول ان تعيد الكرة وتحاول أن تبعد هؤلاء المواطنين عن منازلهم عن مزروعاتهم خوفا من يعني عمليات للفصائل الفلسطينية أو عمليات استهداف للجنود الإسرائيليين. نعم، في هذه المنطقة كونها منطقة قريبة جدا من الحدود ويستطيع الفلسطينيون بسهولة يعني استهداف الجنود الإسرائيليين، وكما رأينا بالأمس كان هناك استهداف لمرابط أماكن تجمع الجنود بقذائف الهاون مما أدى إلى إصابة أحد الجنود الإسرائيليين. ابقى معنا إبراهيم قنن مراسلنا من خان يونس، بالتأكيد سنعود إليك حال